ان احنا بقينا بنبحث دايما على الهدف الاول في اكثر من مباراه، 3 مباريات دلوقتي اهو. في تفاوت في انهاء الهجمه في الفتره دي، في وجود عناصر بتبقى موجوده وبعدين اجي ما لهاش موجوده في المباراه اللي بعدها، في دخول عناصر تتميز. واحب دايما عندنا كرة حاجه في الكوره يقول لك تكسبه العبه، يعني بقى لعب اخر 60 دقيقه واخر 40 دقيقه بفرقه معينه عملت له الشكل اللي هو مبهر بالنسبه له، اداته اداء ونتيجه وكل شيء، بيقول لك طب ما ابتدي بيهم المره الجايه. حاله كل يومين 3 ماتش دي عايزه حاله تدوير للاعب نفسه، ما تعرفش عضلاته بقت عامله ازاي. اديك شفت وليد سليمان جاب جولين في الماتش اللي قبله ونزل، طبعا كان خطا جدا ان هو يكمل او يلعب المباراه دي، جاله شد في رجليه. فالحالات دي هي اللي بتعمل عدم اتزان. لاعب قاعد بره كان متعود زي محمد شريف ان هو بيلعب، فجاه ينزل يجي بواليا فيحصل حاله نفسيه، يقول لك هو بواليا جاي عشان يقعدني انا ولا جاي. الحاجات دي بتحصل بين اللعيبه. هو بالمناسبه على ذكر بواليا، انا بقول لك عشان الدنيا بتتكلم كده يعني، طبعا ما عندناش ده، انما دخول بواليا ودخول نجاح بواليا، نجاح لمحمد شريف اللي الناس مش فاهماه، لان هيجي في وقت من الاوقات انت في بطوله كاس العالم دي هتحاول تلعب باثنين راس حربه مش واحد بس، هتبقى عايز محمد شريف وعايز بواليا، والاثنين هيلبنج لبعض، والاثنين مع تعديل شويه في 4-2-3-1 دي تتغير لحاجه ثانيه، هتلاقينا مع الفرق زي بايرن ميونخ ان شاء الله في اي حد، هتلاقي نفسك بتغير غصب عنك الطريقه، انت مش تلعب ديفندر بحت قدام وسيمه الراجل الموسيماني ده اللي انا بقدره جدا وبتكلم عنه، ان الراجل ده بيفهم كوره كويس قوي ولسه مع الدنيا كلها ماشي، يحصل له دروب، يحصل منه تعادل او اتنين، مش ده المستوى بتاع قيمه فيه، بس ده طبيعي، دي كره قدم يعني. خد بطولتين فعلا، مش بلاي ستيشن. بطولتين يعني. خدهم ازاي؟ ما خدهمش ازاي؟ او بطولتين محطوطين في عندي في النادي هنا مكتوبين على اسمه، بيشتغل كويس قوي، كل اللي شغالين معاه بيشيدوا بيه، فمش هو الشكل اللي هيستحمله لوحده يعني، انا مش هحمله الحكايه ان انا مش عارف اجيب جول في اول تايم او اول هاف تايم او الشوط اي حاجه، دي مسؤوليه مدير فني، لا دي مسؤوليه لاعب بقى، مش بشكل ضغط على المدرب المدير الفني لما يلاقي ان في توجه عام عند ناس كتير قوي بملحوظه معينه متكرره، هو ليه الاهلي بيضطر يستنى للشوط الثاني عشان يحرز اهداف، دي ممكن تخليه يغير حتى خططه في المستقبل ولا مش بالضروره؟ لا دي يخليه يعمل اكثر تعليمات، اكثر بيبقى عنده يومين بس، فبيعمل تاكتكس على ريبيت للي حصل في الماتش اللي قبليه اذا كان نظري واذا كان عملي، فبيبقى بيجي نتكلم ليه انت في الماتش ده ما جبتش جوال، يجي لي محل اداء وياخده على جنب مع المترجم، يمسك اللاعب زي بواليا ده، انت بتستلم دايما وظهرك للجول، لا لازم تبقى بتستلم بشكل تاني، ده الاشياء اللي هي بتعدل في الماتشات اللي بعدها، دي الحاجات اللي هي مطلوبه. انا بتكلم لان لعبت كوره وانا بتفرج عارف الدفوهات فين، وفي لعيبه بتتعب يعني، هو ده افشل اللي احنا اتفرجنا عليه من كام ماتش فات واللي نزل غير النتيجه، في لعيبه عضلاتها بتتعب، وفي لعيبه النيرف بتاعها بينزل، ومش معقول علي معلول هياخد بقى يعني، حرام كمان يعني. أيوة صح. لازم كمان محمد هاني الناحيه اليمين تشتغل شويه، ولو ومحمد ما كانش موجود بيحاول اكرم توفيق، بيحاول بيكهام كمان مش حتته، هو يعني لعيب كويس قوي بقى في الديفندر مكمل لنص الملعب، لعيب هايل على فكره، وعشان كده احنا جبناه، هو اصلا جاي في الحته دي، انك انت ما تسند لاي حد حته ما تقللش من شانه، بالعكس ده هو بيعمل هيلبنج، بيعمل ما بيديش 70-80%، انت عايز منه 60% مش 70-80%، انما الحته دي تتقفل دفاعيا، ده اول مفهوم ليا في حكايه الديفندر دي ورا او الباكات اللي بيبقوا موجودين، عندك ناس يعني ناس ثابته المستوى زي ايمن اشرف مثلا، علي معلول، بيبقوا محتاجين بقى العناصر اللي قدامك كمان معاهم تكمل، انت محتاج كمان نيرف بس زياده او تركيز مع عدم ضغط نفسي ان انا لازم اخلص الماتش دلوقتي، زي احنا كان عندنا حاجه ويمكن هقفل النقطه دي خالص، زمان قبل ما نيجي نازلين ملعب الكوتش الماتش يخلص بعد مش قبل كبيركم 10 دقايق
يعني لازم يحسم محدد المسؤولية. انت نازل لازم تجيب جون في اول 10 دقايق. فالعب يا كريم انا هون نلعب ماينس 2 ابقى نازل حاسس ان انا مغلوب 2. حتى لو خطه يعني دفاعيه الشوط الاولاني او هجوميه كابتن شريف ما بتفرقش، لازم تخش تجيب جول في اول 10 دقايق. خلاص انت شكلك الطرحك في الملعب، تدوير الكوره، الباس السليم، ما اعرفش ايه، الاطراف بتعدي، لازم الدخول، التوغل، المسانده من نص الملعب للفراوده، هو ده خلاص اسلوب لعبك بناء على كل اللي احنا بنلعب بيه. فاللي انت بتقولي عليه ده خلاص الناس حافظه. كل الدنيا حافظه، حتى انت حافظه بيلعبوا ازاي مش عارفه تمسكيهم. لانهم عندهم تايمنج في الاتاكينج، مش على طول عشوائي.